شيخ ربيع إمام من أعظم أئمة أهل السنة في هذا الزمان، وزي ما قال عنه الشيخ الألباني قال حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر الحديث والعلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. ده واحد. اثنين، الشيخ الألباني قال لا يطعن في الشيخ ربيع والشيخ مقبل إلا أحد رجلين. الشيخ الألباني قال كده بصوته موجودة الفتوى الآن، إما رجل قال جاهل وإما رجل شنو؟ إما رجل جاهل وقال والجاهل يعلم، وإما رجل ضال أو صاحب هوى، وإما صاحب هوى. الشيخ الألباني قال كده. وزكاه الإمام بن باز، زكى الشيخ ربيع، وزكاه الشيخ الفوزان، وزكاه الشيخ الألباني، زكى الشيخ ربيع. تاني في شنو يطعن فيه؟ من اسمه مصعب نوري ولا مصعب شنو؟ مارب عبد الدين يا شيخنا، ده اسماء نكرات ساكت، ما في اسم مصعب نوري ولا ما نوري، عرفت كلامي؟ ولا صلاح ولا غيره. ويقول لك انا خريج المدينه، كذاب ساكت ومجرم. المدينه انت قايلها كلها، اللي بيقروا هناك سلفيين، في سلفيين صح تمام، وفي ضروريه قاعدين جوا مزروعين زي النوع ده، وبيطعنوا في شيخ ربيع لانه شيخ ربيع من اكثر الناس الرد على السروريه وعلى سيد قطب، فهم زعلانين من ردوا على سيد قطب والسروريه تحديدا، عشان كده بيطعنوا فيه. تقال بيطعنوا فيه ليه؟ ده الموضوع كله، كذابين ومجرمين. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.